دبدوب حبيبي هاي اخر وجبه يا بحسلوك يعني وداعيه وان شاء الله يا ربي اروح اشوف مستقبلي بالعراق زين نو سويت خرا شاك اشقهم اي المهم انتظر لو في انسانه مثلا تاخذني هالتحيل يعني تاخذ قلانه زوجك خلاص لا ترجع لا خلاص سويت اوكي تاكي ميكا تاكي ميكا يا شوفها كانت امهاتنا هيك قبل بعهدها عبده بعهده نقري زين كنا نعمل فطيره ونعمل خبز هذا فانا تعلمتها بحرب الانجليز ابوي بعد ما اخذ امي وانا طالع بالحياه